إذن حديثنا النهاردة يعني introduction بسيط قوي للاقتصاد بصورة عامة، وبعدين هنوصل إلى الجزء المالي منه بعد كده. هبتدي بـ very very basic concepts. أول حاجة إن الناس بتبادل حاجات بينها وبين بعضها. Very simple. فـ the simplest form of exchange you have هي البارتر اكسشينج. كرباتة شريف رياض عجباني، اقول له طيب انا اديك القلم ده وتديني انت الكرباتة دي. بنبادل حاجات، بارتر اكسشينج دي مبادلة جودز اند سيرفيسز مقابل جودز اند سيرفيسز. انا هساعدك في انك انت تبني السور ده حوالين العزوة بتاعتك، وانت تساعدني ان احنا نبني الحيطة دي في البيت بتاعي. ودي المجتمعات الاولية كلها بدأت كده بجودز اند سيرفيسز ما بين شخص A وشخص B، في goods and services رايحة من ناحية دي و goods and services جاية من ناحية دي. الخطوة اللي تيجي بعد كده ان شريف هيساعدني في ان ابني السور بتاع العزوة بتاعتي، وبعدين بعد يومين ثلاثة اسبوع هبقى انا اساعده في انه يبني حيطة في البيت بتاعه. يبقى goods and services are in different exchanges are different. في promissory note لA، بدي انا بي بقول انا اعدك ان انا هعمل حاجه، وبعد كده هو بيقول طب انت وعدتني انك انت هتعمل الحكايه دي فروح اعملها. انما ايه الايفكت؟ يعني الاول انا فصلت البيتز اند سيرفيسز دي والبيتز اند سيرفيسز دي، ودخل ما بينهم promissory notes عشان يبقى في تايم 1 وتايم 2. الخطوة اللي بعد كده يعني بيخش شخص ثالث، يعني يبقى انا وشريف وصلاح سليمان مثلا متفقين مع بعض، يبقى شريف ساعدني وانا هساعد صلاح وصلاح هيساعد شريف از بروميسري نوت عشان نخلص الحكاية دي بينا وبين بعضنا. لغاية كده ماشيين لسه في البارتر. اتضح بقى لما يخش شخص ثالث بتتعقد العملية في حاجة. مش عرفني ان قيمة الخدمة او قيمة الـ 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 الحاجة اللي انا خدتها تسوى الحاجة للشخص الثالث. الاول تقدر تقول هنتفق الحيطة قد كده والسور قد كده وخلاص، السور ده قد الحيطة دي او تقريبا، واحنا متفقين على كده. انما لما تخش بقى في حاجات ما هيش متشابهة ودخل شخص ثالث، بدأ الحاجة الى ايجاد وحدة للتعامل اللي هي طبعا دلوقتي الفلوس. ماني هي الوحده اللي بنقول طيب العمل ده يسوى كذا، الكمبيوتر ده يسوى كذا، العربيه دي تسوى كذا، الكرسي ده يسوى كذا. فده بيسمح لنا ان احنا نوحد الوحده اللي بنتكلم فيها، ونقدر نقيم كل خدمه او كل عمل، وبالتالي نزيد التبادل بين الناس وبعضها. وبالتالي الوحده دي اللي هي بدانا ان احنا نقول هتبقى عمله، تبقى الاول كان ذهب وكان في بعض المجتمعات كان ودع وكان حاجات كثيره قوي، whatever it is متفق عليه، لازم حد بيحافظ على هذا الكم منه. وده دور البنك المركزي السنترال بانك. whatever السنترال بانك is ممكن يكون شخص في مجتمع بدائي، ممكن يكون مؤسسة في مجتمع متقدم. دور السنترال بانك هو المسؤول عن الفلوس، الوحدة اللي احنا بنستعملها في التعامل، هو الكرنسي بتاعتنا اللي احنا بنستعملها، مسؤول عن اصدارها وعن الحفاظ على قيمتها. لان طبعا في المجتمعات الماضيه كان الاول بدا وقالوا قيمتها بالذهب وبالوزن وبتاع، طبعا على طول الناس لقت لا ده في ميزه بقى ان احنا نبتدي ندايلوت الذهب ونحط فيه حاجات ثانيه وبتاع عشان نعمل منه كميات اكبر، وبعدين ده بقى اكتشفوا بقى حكايه الانفليشن ما هنوصل لها. ففي سنترال بانك. في بعد كده حاجه ثانيه، طب ما دام الفلوس موجوده في السنترال بانك، ممكن ان بصوره غريبه جدا بنرجع تاني الى المجتمعات البدائيه في المجتمعات المتقدمه جدا. بمعنى ايه؟ ان انا اكشولي مش محتاج لكاش. يا
يعني انا دلوقتي بدفع بكريدت كارد وانا ما بستعملش الكاش في تعاملات كتيره جدا، ما بستعملش الكاش. دلوقتي بيتكلموا في طوكيو وفي حتت تانية ان الواحد هيمشي بالموبايل بتاعه كده ويروح معدي جنب الحاجه وتروح حاسب على طول الحساب بتاعه كانه عنده كريدت كارد. ماشي، to simplify things for most people. وزي ما انتم بتعملوا البروكسيميتي كارد كده وانتم معديين، هيبقى فيه بروكسيميتي تشيك اوت على الموبايلات عند الناس بيشتغل عليها دلوقتي. فالعوديان بس ده بقى بيحتاج ان يبقى فيه كليرنج هاوس. الكليرنج هاوس دي يوجوالي اتفق ان لازم البنوك بتقوم بيها، ولكن في ناس اصبحت بقى منظومه بنوك ومؤسسات والبنك المركزي اللي هو الاصلي بيشرف عليها. كويس يا كريم؟ لا اذا كان في كل الترانزاكشنز دي شغاله I need to clear it somewhere. يعني فاي clear it ازاي؟ انا عندي حساب في البنك وباخد كريدت كاردز وكريدت كاردز وبشتري وبدفع من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعدين في الاخر دي كل الحسابات دي بتتصفى قصاد بعضها. فيبقى عندي انا بدفع حسابي للمحل اللي اشتريت منه حاجه، والمحل بيدفع حسابه للمصنع اللي اداني البضاعه، وكل الحسابات دي بتتسوى فين؟ لازم في كليرنج هاوس. كليرنج هاوس ده مش ضروري يبقى مؤسسه واحده، انما ممكن يبقى مجموعه من المؤسسات. هي فعلا مجموعه من المؤسسات اللي هو النظام المصرفي اللي موجود في اغلب الدول وبيشرف عليها البنك المركزي. اوكي؟ هنا بقى لغايه دلوقتي احنا كنا بنتكلم في الببليك، الجودز اللي اتكلمنا فيها دي كلها برايفت جودز. بمعنى ايه؟ ان دي حاجه ممكن انا ابيعها لحد واخدها اشتريها من حد. انما في حاجات اللي هي نسميها الببليك جودز، ودي انا اخدتها من سلايد قبل كده عشان سايب كلمه ريسيرش فيها، انما في حاجات منفعه عامه، والمنفعه العامه ما ينفعش انها تعامل زي البرايفت جودز. وانا اديتكم مثل ده قبل كده انهم نون اكسكلودبل.